نمر مشاهدينا إلى موضوعنا الثاني لنهار اليوم. سنتحدث عن الموعد الكروي المرتقب الذي ستحتضنه الجزائر. شان الجزائر هذا الموعد الكروي الذي يرجوه المتابعون والقائمون عليه أن يكون بوجه ثقافي لإبراز الثقافة الجزائرية والتاريخ الجزائرية، الثقافة الجزائرية الضاربة في الجذور، في جذور التاريخ. إذن الترويج بالتقاليد والطبوع المتنوعة والتعريف بالتراث المتنوع للجزائر، التراث الإسلامي العربي والأمازيغي، هو ما يدعو إليه المتابعون والمهتمون خلال هذا الموعد الكروي. استعراض القيم الوطنية والثورية في أذهان ضيوف الجزائر، كما سيكون الشان أيضا فرصة للدفاع عن الموروث الثقافي الجزائري الذي يتعرض لمحاولات نهب وسرقة من قبل بعض الدول. إذن أيضا يعول كثيرا المتابعون ويدعون إلى التفاف الجميع وتعاون الجميع من أجل إنجاح هذه المناسبة، خاصة من قبل الجمهور الجزائري، وهو الأمر الذي سيساعد في دعم ملف الجزائر لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025. يفترض أن يلتحق بنا بعد قليل الحديث حول هذا الموضوع الأستاذ فيصل ميطاوي الإعلامي. إذن مشاهدينا، لا أدري إن كان التحق بنا، ليس بعد، إذن أيام قليلة مشاهدينا تفصلنا عن شان الجزائر، هذه المناسبة الرياضية التي يراد لها أن يكون لها وجه آخر، وجه ثقافي لإبراز ثقافة الجزائر وأصالتها. يلتحق بنا عبر الهاتف فيصل ميطاوي الإعلامي والمهتم بالشأن الثقافي. مساء الخير أستاذ ميطاوي. مساء الخير وعام سعيد للجميع الأخوة الجزائريين. شكرا ولك كذلك. إذن إلى أي مدى يعول أستاذ فيصل ميطاوي على هذه المناسبة، على هذا الموعد الرياضي في إبراز الثقافة الجزائرية الأصيلة؟ تفضل. نعم بالفعل تذكرت ثقافة الجزائر الأصيلة ومتنوعة بألحانها وموسيقاها وبالصناعات الحرفية وبالسينما والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والطبخ إلى غير ذلك، لأن الثقافة كما تعلمين فيها العديد من الروافد. طبعا عندما تكون هناك مناسبات رياضية عالمية بهذا المستوى تكون دائما الفرصة بالنسبة للدول الحاضنة للتعريف بثقافتها، للترويج للصناعات الحرفية، للتعريف بالطبخ، للتعريف بالطرز، بالخياطة، بعدة أمور. وأعتقد هي فرصة ثمينة بالنسبة للجزائر لتعرف أكثر بهذا الموروث الثقافي، بهذا التنوع الثقافي الكبير. لأن الجزائر أكبر دولة في إفريقيا، أكبر، هي أصبحت دولة قارة بالنسبة للخبراء، وبالتالي فعندما تأتيك فرق ويعني فرق إعلامية من عدة دول إفريقية فهي كذلك فرصة للتبادل، لأن الجزائر تريد أن تنفتح أكثر نحو إفريقيا مع القرارات السياسية للجزائر على مستوى السياسة الخارجية، وبالتالي فهي دائما فرصة للتبادل، كذلك حتى لإبرام صفقات مستقبلية حتى يتنقل الفنانين والمبدعين الجزائريين والأدباء والكتاب إلى الدول الإفريقية. ويعني الرياضة الآن أصبحت فرصة للذهاب نحو السياحة، للذهاب نحو الثقافة، نحو التنوع الفني، نحو يعني الاهتمام بالآخر، بهوية الآخر، بثقافة الآخر، وبالتعريف كذلك بموروثنا الثقافي عن طريق تنظيم يعني تظاهرات ثقافية، عن طريق تنظيم عروض فنية، كذلك عروض للصناعات الحرفية، وكذلك تنقل الوفود المشاركة لبعض المعالم السياحية وهي عديدة ومتنوعة في الجزائر. طيب كذلك هناك أيضا دعوات للجماهير الجزائرية، خاصة أنت تعرف بأنه الجماهير الجزائرية في الواقع قد روجت خلال عدة مناسبات ليس فقط في الجزائر، خارج الجزائر، للثقافة الجزائرية، أيضا لأخلاق الجزائريين. كيف يمكنهم كذلك أن يشاركوا في هذا المسعى أستاذ فيصل ميطاوي خلال هذه الأيام؟
نعم بالفعل يعني الجماهير تتنقل الى الملاعب والملاعب كفرصه للتلاقي، يعني تلاقي كما شاهدنا في كاس العالم في قطر، شاهدنا تقريبا جنسيات من كل القارات تلتقي في الملعب وتعترف بعضها بعض، البعض يكتشف ثقافه الاخر، طبخ الاخر، الكلمات، طريقه اللباس، طريقه تسريح الشعر، عده امور. الثقافه ليست فقط موسيقى او سينما او مسرح، ثقافه فيها تنوع كثير وهي تعبر عن هويه المجتمع. وعندما يلتقي الجمهور الجزائري بالجمهور الذي ياتي من دول اخرى، فرصه للتعارف، فرصه للتبادل، ربما حتى لتبادل الزيارات، حتى الاعتراف بالتعرف والتعرف على ثقافه الاخر، على التنوع الموجود في البلدان الاخرى. وبالتالي فالرياضه هذه هي الرياضه، لا يمكن لها ان تفرق، بل هي تجمع الشعوب، تجمع الثقافات، تجمع الحضارات، وتساهم كذلك في ثقافه السلم. الرياضه دائما تدعو الى السلم، ولا تدعو ابدا الى الحرب او الخلافات او شيء من هذا القبيل. كيف نوفق برايك ما بين الترويج لثقافتنا، لموروثنا الثقافي، لعاداتنا، لتقاليدنا، للكثير من الأمور التي تدخل ضمن الثقافة الجزائرية، وفي نفس الوقت الحفاظ على هذه الموروثات الشعبية الجزائرية، على الثقافة الجزائرية من السرقة ومن النهب؟ وأنت تعرف بأن هناك في الآونة الأخيرة خاصة محاولات كثيرة لسرقة كل ما هو جزائري. نعم بالفعل هناك حرب، يعني الآن هناك الحرب المعلنة وقد تكون معلنة، ولكن هناك الحروب الخفية وهي أخطر. الحروب الخفية تتعلق بالهوية، تتعلق بالثقافة، تتعلق بالموروث الثقافي. ويعني اليونسكو وهي المنظمة التابعة للأمم المتحدة سجلت في المدة الأخيرة موسيقى الراي والتراث المرتبط بالراي، وهذا شيء جميل كتراث جزائري في القائمة العالمية للتراث المادي. وهناك عناصر أخرى قد تسجل مستقبلا، وهذا عمل الدولة الجزائرية وعمل كل المؤسسات الثقافية وحتى الفنانين والمثقفين والمبدعين والجمهور العريض. وعندما يكون هناك نقاش حول موروث ثقافي، حول فيلم، حول كتاب، حول حكاية، حول شعر، لأن الآن الحرب التي تحاك ضد التراث الجزائري متعددة ومتشعبة، ليس فقط من دولة ودولتين لكن عدة دول، وبالتالي فالحفاظ عليه مهمة الجميع. وعندما تكون هناك مناسبة رياضية بالمستوى الذي سيكون في الجزائر في الأيام المقبلة، فهذا هي فرصة لتقديم مثلا معارض، تقديم أفلام، تقديم كتب، لماذا لا إعطاء هدايا حول بعض القطع التراثية الجزائرية ليذهب بها الوفود الإفريقية إلى بلدانهم للتعرف بها، في انتظار تكون هناك طبعا سياسة أوسع نحو القارة الإفريقية. الآن كل الأنظار توجه إلى إفريقيا على المستوى الجيوستراتيجي، والجزائر هي أولى بأن تكون أكثر حضورا ثقافيا وفنيا وسياسيا ودبلوماسيا في هذه القارة. كيف يمكن أستاذ فيصل مطاوي استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، تكنولوجيا، من أجل الذهاب في هذا المسعى، خاصة خلال هذا الموعد الكروي؟ أنت تعرف بأنه مواقع التواصل لطالما صنعت الجدل في الجزائر، كيف يمكن استغلالها بشكل إيجابي من أجل الترويج للثقافة الجزائرية، سواء خلال هذا الموعد أو طيلة أيام السنة، مش فقط خلال هذه المواعيد؟ نعم أحسنتي، يعني الترويج يجب أن يكون على مدار السنة، ليس فقط في المناسبات. المناسبات طبعا فرصة للتعريف أكثر، للحضور أكثر. والكرة في رأيي في مرمى كل المؤسسات التابعة للدولة في المجال الثقافي والسياحي، مرمى في الكرة في مرمى في الكرة في مرمى وزارة الثقافة والفنون، وزارة السياحة التي يجب أن تكون أكثر حضورا في مواقع التواصل الاجتماعي، في المواقع التابعة للوزارة، بالتعريف بالفنون، بالترويج لها، بالتعريف ما هو ما غير معروف مثلا في التراث الأمازيغي أو التراث العربي أو التراث الإفريقي. الجزائر دولة متعددة الثقافات والحضارات، وكذلك بأن يكون هناك ترويج حقيقي على في الميدان، ليس فقط في المواقع، ويكون هذا الحضور على مدار السنة بكل اللغات، ليس فقط باللغة واحدة أو اثنين، لأن عندما تدخلين المواقع الثقافية الجزائرية هناك اللغة العربية والفرنسية، ولا غير كافية، علينا نذهب باللغات الأخرى بما فيها اللغات الإفريقية، لأن هناك كثير من اللغات يعني في افريقيا ربما هي غير حاضره في الجزائر. فعلى المؤسسات منها الجامعه مثلا ان تهتم بهذا الموروث، وان يكون هناك تكون هناك ربما مستقبلا، وهذه سياسه تابعه للدوله، تكون هناك مثلا مراكز ثقافيه جزائريه في القاره الافريقيه. شكرا جزيلا لك الاستاذ فيصل مطاوي الاعلامي المهتم بالشان الثقافي، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك. شكرا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذا الجزء من هذه الفترة المسائية، بعد قليل يلقاكم
زميلا خالد تهامي في الأخبار الرياضية، ثم وسيلة جعرون في الأخبار المحلية. ألقاكم إن شاء الله عند 8:30 في النشرة الرئيسية لنهار اليوم. السلام عليكم.